وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة يعملوا إيه بقى؟ بيدرسوا مقترحات الدكتور مينا حنين خلال مؤتمر المناخ لتدريس الذكاء الاصطناعي للمراحل التعليمية المختلفة. فين؟ في مصر. ده في حد ذاته شيء رائع. احنا هندرس او في احتمال ويبحث ويدرس ان احنا هندرس المقترحات بتاع الدكتور مينا ان الولاد يتعلموا يعني ايه Artificial Intelligence. حدث بالنسبة لي، بس عايز ما افهم اكتر برضو. دكتور مينا حنين الباحث المصري بالجامعة الوطنية الاسترالية، واحد من اهم المشاركين في مؤتمر المناخ. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور مينا، ليه عاوز انه الولاد في المناهج الدراسية بتاعتهم في المراحل المدرسية يبدأوا يتعلموا الذكاء الاصطناعي؟ علشان بقى غصب عننا ده كل حاجه بنستخدمها النهارده في عالمنا اللي بيحكمه بيانات ومعلومات وخوارزميات وذكاء اصطناعي، بقى جواها بقى محرك الاساسي هو الذكاء الاصطناعي شيء ما بينه. فهدفي كله ان ازاي ما نبقاش بس مستهلكين للذكاء الاصطناعي او مستخدمين للذكاء الاصطناعي دون علم ازاي العلم ده بيحصل، ازاي العلم ده بيتكون، ازاي العلم ده بيديفلوب بيتطور مع الوقت، ونكون بس مستخدمين ليه. بس بالعكس هدفي ان احنا في يوم من الايام نكون مصنعين لعلوم الذكاء الاصطناعي كمان. طيب ده رائع جدا. ده كان مجرد سؤال. ده بالظبط السبب اللي حاولت عشانه او بسعى عشانه حاليا ان الكلام ده يطبق في المدارس المصريه من خلال كل المراحل التعليميه من اول التعليم الاساسي من ابتدائي. هو ده كان سؤالي الرئيسي، السؤال الاول مجرد سؤال افتتاحي احاول افهم اكتر المنطلقات. هل الذكاء الاصطناعي ينفع ادرسه للولاد من السن المبكره؟ انا على قدي برضو في النهايه وانا من الجيل الكبير في السن، فانا تصوراتي انه دي اكيد امور فيها شيء من التعقيد هيبقى صعب على الولاد الصغيرين في ابتدائي ان هم يتعلموها، ولا انا غلطان؟ قول لي غلطان. لا غلطان. غلطان. انا موافق جدا. حاليا في اتجاه عالمي في الدنيا كلها ازاي نعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي للاطفال من 3 سنين كمان، مش 5، يعني مش من اول ابتدائي، من قبل ابتدائي. انا حاليا كنت في استراليا في كامبرا، كنت دايركتور لاكاديميه بتعلم الروبوتات، علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي للاطفال من 3 سنين ل7 سنين، اللي هي المرحله اللي قبل المدرسه اللي هو اول 3 4 سنين في تعلم الطفل بعد ما بيخرج من البيت اللي هو الحضانه. طبعا بيبقى عن طريق لعب، عن طريق قصص اطفال، عن طريق مكعبات and so on. بس الهدف ان احنا ازاي نوصل اساسيات very basics، ازاي الطفل ممكن يفكر بطريقه تساعده لما يوصل للسن المناسب ان هو يفهم علوم الذكاء الاصطناعي. حلو، كلام جميل جدا. السؤال اللي بعده وارجوك ما تستغربوش، ايه اللي جاب دكتور مينا حنين من استراليا لمصر ويبقى على اجتماعات او على هوامش الاجتماعات وبتاعه كوب 27 وقمه المناخ علشان يدلي باقتراحاته ويدلي بافكاره في مساله تدريس الذكاء الاصطناعي للاطفال؟ ايه اللي خلى دكتور مينا يقطع هذا المشوار الطويل؟ الموضوع ابتدى من حوالي 3 شهور بالظبط. كنت مشارك في بحث في الجامعه الوطنيه الاستراليه عن ازاي استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لحل مشاكل المناخ وخاصه حرائق الغابات، عشان دي طبعا مشكله كبيره في استراليا. وتقدمت بنفس الفكره لمسابقه كانت منظماها الستيت او الولايه اللي انا عايش فيها، والفكره كسبت المسابقه. وبعد كده السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم عرفت عن الموضوع ونشرت عن الموضوع على صفحة الوزارة، وتم التواصل معايا ان انا لازم اكون ممثل للجالية المصرية او الباحثين المصريين بالخارج في مؤتمر المناخ. ومن ساعتها طبعا كنت حريص ان انا احضر وانقل خبرتي او انقل شغلي اللي انا شغال عليه في استراليا اجيبه مصر. وبعد ما قدمت مقترحي بتعليم الذكاء الاصطناعي تم التواصل مع وزارة التعليم لمناقشة الموضوع. حلو جدا. عندي حزمة سريعة من الأسئلة كده دايما أحب أسألها للباحثين والعلماء المصريين اللي موجودين في المهجر. حضرتك سافرت أستراليا إمتى؟ من 6 سنين بالظبط. بس أستراليا كنت بدرس برضه في أوروبا، يعني مصر من حوالي 10 سنين.
اوكي، وقبل اوروبا؟ قبل اوروبا كنت في مصر. فين؟ اسئله غريبه، استحملني معلش. في الجامعه الالمانيه في القاهره. عظيم جدا. واتعلمت في مدارس في جمهوريه مصر العربيه. يس بالظبط. حلو جدا. طيب هنا بقى بيجي سؤال اللي هو نتيجه الاجوبه اللي فاتت. هل بتشوف يا دكتور مينا ان البنيه التعليميه بتاعه التعليم المدرسي المصري تستطيع انها تستوعب تدريس الذكاء الاصطناعي لاولادنا؟ السؤال في محله جدا طبعا، واكيد هيكون الخطوه الاولى لتعليم علم زي ده هو تعليم المعلم نفسه. احنا ازاي نخلق معلمين قادرين على فهم اساسيات علم الذكاء الاصطناعي وتدريسه. لكن البنيه التحتيه للمدارس لو بنتكلم على تجهيزات من اجهزه او معدات او اكويبمنت، ف المقترح كله بيهدف ان هو ازاي نبسط ده بابسط صوره، فما نحتاجش اكويبمنت غاليه، ما نحتاجش معدات او اجهزه غاليه لتدريس الكلام ده، بل بالعكس احنا بنستخدم حاجات موجوده في كل حاجات كل يوم الطالب بيستخدمها لتدريس الفيري بيسكس الاساسيات المبدئيه تماما، فيطلع طالب فاهم او قادر يفهم الاساسيات العلم. للدرجات دي يا دكتور مينا انت مهموم او مشغول بتدريس هذا النوع من العلوم للمصريين؟ طبعا، والسبب الرئيسي ان انا نفسي كبرت وما اتعلمتش AI او Artificial Intelligence او ذكاء اصطناعي غير لما وصلت درجة الماجستير، لما طلعت بره مصر ورحت اوروبا. وكان نفسي اللي هو دلوقتي لما بدرس الاطفال الصغيره 3 سنين و5 سنين، بحس ان انا عم دلس ان هو انا غيران من الاطفال دي، ان هم بيتعلموا في السن ده حاجات انا ما اتعلمتهاش غير لما كبرت وكان عندي 18 سنه او اكثر. فطبعا نفسي ان انا اوصل حاجه زي كده للاطفال عشان نقدر نخلق جيل فاهم وقادر يبدع وينتج ويصنع ذكاء صناعي مش بس مستهلك ليه. فبدايه مع يعني تعليمك الحقيقي للذكاء الاصطناعي كان لما كنت بتبحث الماجستير. بالظبط. ده كان في المانيا ولا كان في كده؟ لكن كان في ايطاليا، بعد كده فرنسا، بعد كده سويسرا. انا عملت 2 ماجستير في 3 بلاد. يعني اخمس في وشي ولا اعمل ايه طيب؟ انا خايف احسدك بصراحه. بص يعني انا حقيقي مبسوط جدا ان احنا بنتكلم، وفخور بيك جدا، وفرحان فرحه لا توصف، لانه اللي بتقوله لي ده معناه انه لازال هناك دائما امل في ان احنا نقدر ندي ولادنا الامل والحلم، وان هم قادرين على استيعاب النوع ده من العلوم وفروع العلم وما الى ذلك. ومش بس كده، انه نقدر نعمل ده وبابسط الوسائل الممكنه اللي ممكن مش هتبقى مكلفه على المؤسسات التعليميه المصريه ان شاء الله. يا رب. انا بشكرك حقيقي جدا 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 جدا، كل الشكر ليك دكتور مينا حنين، باحث مصري روعه، اظن انتوا خدتوا بالكم من الكلام بتاعه، في الجامعه الوطنيه الاستراليه، واحد من اهم المشاركين في مؤتمر المناخ، راجل مصر على انه لازم نعلم الولاد الذكاء الاصطناعي في المدارس من ابتدائي لحد ما يتخرجوا من المدرسه، وانه طريقه التدريس ونوعيه العلوم اللي هيدرسوها مختلفه متدرجه متصاعده على حسب السنه الدراسيه اللي هم فيها. طب مكلف؟ لا مش مكلف، بابسط الامور تقدر تدرس ده، بس كمان لازم نشتغل على ايه؟ على المدرس اللي هيدي هذا الفرع من العلوم. تاني هنتكلم على علم متطور جدا ما كانش موجود عندنا، عمرنا ما درسناه قبل كده في مدارسنا، فلازم المدرس اللي جاي يبقى مدرس مختلف.